طيب خلونا بقى نشوف هل الإقبال على زيارة القرود ممكن يكون اتأثر بعد، طبعا يعني أنا معرفش، أنا هسأل، هل الإقبال اتأثر بعد أخبار جدري القرود ده ولا لأ؟ فعشان كده معايا الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان. مساء الخير يا دكتور، برحب بيك في 90 دقيقة. مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا. مساء النور يا دكتور. عايزين نعرف بقى هل مرض الجدري او جدري القرود ده سبق وظهر قبل كده بين القرود في حدائقنا؟ لا لا اطلاقا، المرض غير موجود في مصر خالص. ما حصلش قبل كده. وطبعا زي ما طمن حضرتك ان احنا ما فيش استيراد لهذه لكل انواع القرده داخل مصر، ما فيش استيراد ليها اي سبب. يعني الحيوانات البريه فيها نشاط كبير من الاستيراد والتصدير، لكن القرده خصوصا محظور استيرادها منذ اكثر من 15 عاما تقريبا، ما تدخلش مصر من الموانئ ولا سواء الموانئ البريه او البحريه، ما فيش اي موانئ بتسمح بدخول القرده. عشان بسبب يعني انها حامله للامراض دايما؟ والله يعني احنا طبعا الهيئه العامه للحيوانات البريه يعني بترى ان القرود يعني دي مصدر الكثير من الامراض المشتركه بين الحيوان والانسان نظرا لقربها التشريحي طبعا من الانسان. فيعني اتخذت هذا القرار من فتره كبيره جدا انه يمنع استيراد القرود من اي مكان في العالم، وما بيطلعش اي موافقات استيراديه لهذه الحيوانات. طيب يا دكتور محمد، يعني اكيد بقى الكلام اللي انا بقوله ده والاخبار اللي بتتقال دي هل خلتك انك انت يعني بتكشف بشكل دوري على القرود اكتر من الطبيعي واللازم، ولا يعني عادي يعني، ولا ايه؟ لا طبعا احنا عندنا كل الامراض الوبائيه بنفس الدرجه من الخطوره عموما، يعني احنا مش بننتظر ان وباء يظهر لا قدر الله في الحيوانات ايا كان نوع هذا الوباء، سواء الوباء ده خاص بالحيوانات فقط او الوباء ده بيبقى مشترك بين الحيوان والانسان. احنا عندنا ثروه كبيره من الحيوانات الهامه، وطبعا يعني احنا في متابعه بالنسبه للاطباء البيطريين عندنا الزملاء، يعني الحقيقه قايمين بجهد كبير جدا، وعندنا برضه عمالنا لهم خبره كبيره قوي، فلا قدر الله اي يعني اي وباء او اي قصدي مظاهر مرضيه بيتم التعامل معها فورا. وبطمن حضرتك ان احنا عندنا خطه وقايه وتحصينات، في تحصينات بتتاخد كل 3 شهور، تحصينات بتتاخد كل 6 شهور، تحصينات كل سنه ضد الامراض الوبائيه لكل حيوان. ايضا عندنا اعمال الرش والتصفير يوميا، عندنا الفحص اليومي بيتم فحص الحيوانات دي يوميا، الطبيب المختص بالنقطه بتاعته بيمر على كل الحيوانات المختص بيها يوميا. يعني يوميا. اخر مره كشفت على القرود مثلا كان النهارده وامبارح واول امبارح بشكل يومي؟ طبعا. بشكل يومي كل دكتور بيخش يمر على النقطة بتاعته وبيفحص الحيوانات وبيشوف وبيتلقى بلاغات حتى من العمال، لو في مثلا حيوان ما أكلش، حيوان عنده مظاهر مرضية زي الإسهال زي الرشح من الأنف، أي تغير مرضي بيتبلغ بيه الدكتور والدكتور بيتعامل فورا. فأنا بطمن حضرتك إن إحنا الحمد لله كويس يعني كويس، شيء مطمئن يعني. والناس اللي بتيجي تزور يعني انت شايف الاطمئنان في قلوبهم عادي، ويعني ولا الاقبال ايه عامل ازاي؟ خايفين قل الاقبال على القرود ولا ايه بالظبط؟ لا والله الحقيقه انا شايف يعني حتى من بعد شهر رمضان بقى العيد وبعد اجازه العيد انا شايف الاقبال كبير جدا، بدات العطله الدراسيه في معظم المدارس. الله بجد؟ يعني الاقبال زاد؟ الحمد لله الاقبال يومي يومي كبير جدا. احنا شعب مالناش كتالوج يا جماعه. لا والله الحقيقه ان القرود ليها جماهير على فكره، واضح طبعا، لان في القرد العليا دي شبيهه بالانسان، ودي بتبقى شيقه جدا للزوار ان هم يتفرجوا عليها. انسان الغابه، الشمبانزي، الحاجات دي عندها قدره على التصرف صح في كل المواقف وعندها مستوى من الذكاء عالي جدا، فدي طبعا بتثير اعجاب الزائر ويبقى حريص على زيارتها. في مقولة كده كان يعني الناس دايما بسمعها، يعني انه القرود بتجيب النحس، سمعت الجملة دي قبل كده؟ لا الحقيقة يعني انا مرات مع الجملة دي، بس يعني في كل الناس ليها معتقدات كثيرة طبعا، لكن احنا عندنا دي من الحاجات اللي هي بتنال اعجاب الناس واستحسان الزيارة بتاعتها. انا اعتقد انه اخف دم في حديقة الحيوان هو القرود طبعا، لانها
طبعا وخصوصا القردة العليا اللي هي شبيهة بالإنسان زي الشمبانزي زي إنسان الغابة، ده الحاجات دي طبعا الغوريلا، والغوريلا دي طبعا مش موجودة في حضرتك الحيوان، ليها قوة كبيرة جدا، بتبقى ليها استعداد خاصة. كل الحيوانات اللي هي القردة العليا دي بتبقى ليها يعني تصرفات مثيرة جدا، بتبقى شبيهة جدا بالإنسان، ودايما نفس الزائر بينبهر من التصرف الصح في كل موقف، يعني بيتصرف صح جدا، بيقدر ان هو يعني يميز بين كل شيء، ويقدر ان هو يلون، ياخد كتب، يتصفح، يلعب بنفس الالعاب بتاعت الانسان، فدي بتثير طبعا اعجاب الزائر يعني. كويس انك طمنتنا، وبشكرك جدا دكتور محمد رجائي. وزي ما قلت لحضراتكم ما تقلقوش، الموضوع حتى اللحظة دي لا يدعو للقلق أبدا.